مرحبا، اليوم رح نحكي عن مدينة أخرى من مدن فلسطين واللي هي جنين. جنين هي مدينة فلسطينية تقع في شمال الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية. تعتبر تاريخيا إحدى مدن المثلث في شمال فلسطين، وتبعد عن القدس مسافة 75 كيلومتر. تطل جنين على غور الأردن من ناحية الشرق ومرج بن عامر إلى جهة الشمال. بالرغم من قلة عدد سكانها حتى تاريخ وقوع النكبة مقارنة بالمدن الفلسطينية الأخرى، إلا أن لها ثقلا اقتصاديا أكبر بكثير من حجمها السكاني. يبلغ عدد سكان المدينة 39,000 نسمة، أما المحافظة فيقطنها حوالي 256,000 نسمة. تصل مساحة مدينة جنين وحدها إلى 21,000 دنم، مما يجعلها ثالث أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية بعد الخليلي ونابلس، بينما تبلغ مساحة محافظة جنين 583 كيلومتر. يتبع المدينة مخيم جنين الذي يقع غربها ويسكنها 16,000 لاجئ، وترتفع المدينة عن سطح البحر بمعدل 175 متر. عرفت جنين بعدد من الأسماء عبر الزمن، وقد ورد اسم المدينة في مصادر وآثار المصريين القدماء. فوفقا للعلماء الآثار، فإن الكنعانيين هم من أسسها في حدود سنة 2450 قبل الميلاد، وبهذا تعتبر من أقدم مدن العالم التي لا تزال مأهولة بالسكان. كانت تسمى قديما عين جانيم، وتعني الجنائن، حيث ارتبط اسم المدينة بمرج بن عامر الذي يعتبر أخصب أراضي فلسطين التاريخية. وفي عهد الرومان كان في بقعتها قرية ذكرت باسم جيناي من قرى سباستيا. سيطرت على جنين الكثير من القوى، فكانت تارة تنهض وتارة أخرى تنتكس، إلى أن المدينة ازدهرت في أواخر الحكم العثماني، وتأسس فيها أول مجلس بلدي في عام 1886، وتطورت الحياة في جنين بصورة متسارعة عبر ما يزيد عن القرن بازدياد عدد اللاجئين فيها، حتى بلغت منزلتها المهمة بين المدن الكبرى بالضفة الغربية في العصر الحديث. كان لمدينة جنين شأن عظيم في النضال الوطني الفلسطيني منذ بداية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وظلت هاجسة بالنسبة لإسرائيل بسبب قربها من مدن الداخل ومشاركة عدد كبير من أبنائها في العمل المسلح ضد إسرائيل، خصوصا بعد الانتفاضة الثانية. كانت معكم مراسل برنامج نكبر سوا من فلسطين، رغد عبد الله.